السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة هذا المساء من برنامجكم المشهد، ونناقش فيها موضوع الدوري التربوي للمحظرة الموريتانية مع ضيفنا الأستاذ عبد الرحمن الشيخ سيدية، باحث شرعي ورئيس هيئة الشيخ سيدية للإصلاح الاجتماعي. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، حياك الله أستاذ مرحبا. الكريم، الله يبارك فيك. كمدخل لهذا الموضوع، ما الذي نقصده بالتربية وأي دور تربوي للمحظرة الموريتانية؟ أحييك أستاذ محفوظ، وأحيي القناة الطيبة الرائدة، قناة المرابطون. لا شك أننا حين نتحدث عن التربية نعني بها بشكل عام تنمية أو إنشاء الشيء، أي شيء كان، شيئا فشيئا، بغية الوصول به إلى حد الكمال. هذا تقريبا هو التربية بشكل عام، وإن كانت تعريفها الاصطلاحي المحدد قد لا يتوفر نتيجة لأن التعريف بقي يعني محل خلاف بين المعرفين أو الباحثين عن حد للتربية، تبعا لاختلاف الفلسفات المتبعة في تهذيب الطلبة أو الدارسين في كل مدرسة من المدارس المختلفة. والتربية في اللغة مأخوذة من كلمة الرب، والرب هو المنعم وهو الخالق والمدبر، وهو الذي يتعهد بالشيء ويتكفل به. وهذه اللفظة لا تطلق مفردة إلا على الرب الله سبحانه وتعالى، وما سواه تطلق عليه بالإضافة فيقال رب كذا. وهي منها أيضا معنى الربوبية التي هي التعهد والتنشئة، ولها اشتقاقات عديدة أيضا، منها كذلك الرباني وهو العالم المتضلع الراسخ في العلم الذي يربي طلابه بصغار العلم قبل كباره إلى أن يبلغوا في العلم شأوا. وهذا بشكل عام هو التربية في اللغة والاصطلاح، وهي عموما تتنوع وتتعدد تبعا للمقصود بها، فقد تتوجه إلى تربية الأجساد حتى تكون يعني صالحة لتحمل أعباء الحياة، وأيضا تتوجه إلى تربية النفوس والأرواح، تتطرق أيضا وتتوجه إلى تربية العقول، وهذا هو أهم ما تتوجه إليه، تربية العقول وتشكيلها حتى يكون أصحابها على مؤهلين وصالحين لخلافة الله سبحانه وتعالى في الأرض التي هي مهمة لذلك الإنسان. هو الأقرب إلى الموضوع حينما نتحدث عن الدور التربوي للمحظرة الموريتانية، وهنا أي دور تربوي لها؟ والكثيرون يعتقدون أن دورها تعليمي بالدرجة الأولى أكثر منه تربوي. هو المحظرة لها دور تربوي كبير، فكما هو معلوم إشعاعها العلمي والتربوي امتد إلى بلاد عديدة، وتنوعت المدارس التي تأسست على ضوئها وعلى مناهج هذه المحاضر، من مدارس اهتمت بالسلوك والتربية وتهذيب النفوس والأرواح مستمدة ذلك من التصوف، وربت أجيالا من طلابها يعني من الصلحاء ومن العلماء كان لهم الأثر البالغ، وحتى الذين أخذوا فيما بعد منهجهم كانت بصمتهم العلمية والروحية مهمة جدا. ويذكر لهذه المدارس التي اهتمت بهذا الجانب في هذه البلاد أنه لم يتطرق إليها في الأغلب الشطحات والخرافات والضلالات ونحوها، وإن كانت اهتمت بالجانب الروحي والجانب السلوكي. وهناك مدارس أخرى تأسست على ضوئها وعلى مناهجها محاضر، وكانت استمدادها وكان أيضا قيامها أو اعتمادها للمنهج السني الصرف، يعني بحيث أنها اهتمت بتنشئة أجيال تعتمد المنهج السنة، وهو ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقارير، وأيضا ما ثبت في من يعني سنة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين. وهذه أيضا مدرسة كبيرة وتتلمذ عليها تلامذة كان لهم دور كبير في نشر السنة، وحتى بقيت منهجا مؤصلا موجودا يتتلمذ عليه الأجيال إلى عصرنا هذا، ولها رواد لعلنا نتطرق لا إليه. يمكن يعني الحديث عن دور تربوي موحد حتى باختلاف
أدوار هذه المحاضر وأهميتها، وإنما نتحدث عن أدوار ربما مختلفة. هي مختلفة من حيث الاستمداد أو من حيث المنهج، لكنها في المؤدى وفي الوسائل وأيضا في النتيجة كلها تصب في تربية هذه النفوس وتهيئتها وتأهيلها لأن تكون صالحة للقيام بالواجب المنوط بها في إصلاح الناس وإسعادهم وأيضا الأخذ بهم إلى الجادة. وهذا هو الهدف الأسمى والأساس من خلق الإنسان، ليكون خليفة الله سبحانه وتعالى في أرضه، وليكون صالحا أولا ومصلحا لمجتمعه، سعيا في إصلاح الأمة كهدف أسمى في مشارق الأرض ومغاربها. وهي في هذا تلتقي كلها، وكل الأجيال الذين تخرجوا من هذه المحاضر وحتى الذين تأثروا بها في البلاد الأخرى يشهد لهم في الأغلب نعم أن هذا كان أن هذه كانت وجهتهم وأنهم كانوا صالحين مصلحين. فمن محامد المحضرة، وطبعا سنتطرق إلى بعض المآخذ عليها، ليست كلها محامد. نتحدث هنا مثلا عن دور تكاملي بين التعليمي والتربوي، أم عن دور تعليمي على حدة وتربوي على حدة؟ هو التربية بمفهومها العام تشمل التعليم، لأن التربية تبدأ مع الإنسان منذ بداياته الأولى من المراحل الدنيا من عمره، وتستمر معه إلى نهايته. ففي مراحل الأولى هناك مسألة الفطرة والمحافظة عليها، وهذه مسؤولية الأبوين، إذ هما أول من يباشر المولود فيحافظان على فطرته، كما في الحديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجسسانه. ثم يأتي بعد ذلك المجتمع الذي أيضا يشكل دور مهم في تشكيلة وتنشئة هذه التربية، بالتعاطي مع عاداته وتقاليده وأعرافه، وأيضا يأخذ منه زمالاته وصداقاته، ومعروف أن الزملاء والأصدقاء يشكلون جزء كبير في تربية الإنسان. ثم من بعد ذلك تأتي الناحية العلمية بعد الناحية الفطرية، وهذه مسؤولية المربي أيا كان، سواء كان مؤسسات تعليمية كما هو موجود في المدن، وكانت محاضر، أو كان الشيخ يلازمه الإنسان، هذا أيضا له دور كبير. فهي تشمل بمفهومها العام كل هذه المراحل، مرحلة التنشئة في السنين الأولى إلى مرحلة التعليم والتثقيف والانطلاق للتأثير. هذه أطوار التربية يعني بشكل عام، لكن حينما نتحدث عن المحضرة هل نتحدث عن متلازمتي فعلا التعليم والتربية؟ نعم. أم أنه يتعلم ويتربى ربما بشكل تلقائي انطلاقا من البيئة الحاضنة؟ هو من محامد هذه المحاضرة، وقد ذكرت أن هناك لها مآخذ، ربما تكون هناك فرصة للحديث عنها، نحن الآن لا نطريها، لكن من محامدها ومحاسنها أنها اهتمت بالجانب السلوكي والروحي والتربوي مثل ما اهتمت بالجانب العلمي، وهذا شيء مهم جدا قد تفتقده الكثير من المؤسسات التعليمية في العالم المعاصر، إذ أن تركيزها يكون على الناحية العلمية البحتة ولا تهتم كثيرا بالجانب السلوكي. أما المحاضر فيحمد لها أنها تربي أجيالا من طلبة العلم الشرعي، لهم اهتمام بالأخلاق، ويخرجون للمجتمع مربين ومعلمين في نفس الوقت، وهذا شيء مهم جدا ويحسب لهذه المحاضرة. لكن يعني هذه المحاضرة كثيرا ما كان لها إشعاع علمي في موريتانيا، عرفت بمحاضرها، عرفت بعلمائها وغير ذلك، يعني اليوم ماذا تبقى من هذه المحاضرة في عالم اليوم وفي عصر اليوم المختلف؟ هو ما يبشر باستمرار هذا العطاء الجيد والمتميز لهذه المحاضر، أنها كانت الناس تتوجس خيفة من هذه الطفرة التكنولوجية والطفرة في مجال التعليم عموما، أنها قد لا تتمكن المحاضر من مواكبتها، خاصة أنها في الغالب تقيم في البوادي وفي المناطق النائية.
لكن من المبشرات المهمة أن هناك تم الحمد لله محاولة من طرف الكثير من خريجي هذه المحاضر ومن محبيها ومحبي منهجها، حيث بدأوا يواكبون التطور العلمي في المدن، ونشهد الآن بعض المحاضر النموذجية سواء في بلادنا في العاصمة مثلا، وكذلك حتى الذين أخذوا المنهج المحضري الموريتاني وطوروا في بلاد أخرى سواء في بلاد خليجية، وقد شهدت بعض هذه النماذج في الكويت وحتى في بلاد إفريقية أخرى منها بلاد مجاورة وبلاد أخرى، حيث أذكر أنه فيه الآن أحد الإخوة الصوماليين درس هنا في المحضرة الموريتانية تخرج منها، قابلته والآن يعد لإنشاء مؤسسة علمية تحذو وتستمد من المحضرة الموريتانية منهجا وسلوبا وإن كانت بطريقة عصرية. فهذا كله يبشر على أنها يعني مستمرة ومتواصلة، وهذا من بركاتها. ومثل هذا الجهد العلمي الكبير الذي أسهمت به المحاضر لا يمكن أن يتبدد ويضمحل مهما كان إن شاء الله. لكن اليوم مثلا نتحدث عن ظاهرة المحاضرة الأهلية مثلا، نعم، ونتحدث عن الجهد الذاتي ربما الأبوي أكثر منه، يعني منهج قديم متأصل لدى المحضرة، نعم. هنا هل نتحدث عن محضرة بشكل جديد مختلف، نعم، مغاير يحافظ على بعض الأسس، نعم، ويختلف عن، نعم، هي لا شك أنها الآن بدأت تأخذ أشكال عديدة وأنماط مختلفة، وهذا شيء يفرضه الكثير من ضرورات العصر وتطور الأحوال. فهناك من أسس مؤسسات علمية كبيرة مثل مركز تكوين العلماء وغيره، هذه كلها تعتبر تطوير للمحضرة وسعي بها إلى مواكبة العصر، وأيضا حتى تكون أكثر قدرة على استيعاب الفئة العمرية الشابة في هذا العصر التي يصعب وقد لا يكون من المناسب أن تطلب العلم في البيئات المحضرية القديمة وبالمنهج القديم. فهذا هذه المدارس الجديدة وهذه المؤسسات حافظت إلى حد كبير على المنهج المحضري القديم ووفرت بيئة أكثر مناسبة للأجيال الشابة التي يعني ربما تصعب عليها العيش في البيئات التقليدية النائية. وأيضا لا شك أن هذا يبشر على أنها ستتطور أكثر وحتى تكون أقدر على مواكبة المزيد من التطور الذي هو في تسارع وفي تزايد، وحتى أيضا ربما نشهد لاحقا انتقالها من مجرد معاهد ومؤسسات علمية إلى جامعات كبيرة تستقطب طلبة العلم من فئات عمرية مختلفة. وهذا لكن ما مستوى تأثير ذلك على دورها؟ يعني في كل مرة حينما ننتقل من المحضرة بشكلها القديم إلى يعني المحضرة العصرية، والعصر يتطور وهي تتطور معه، هنا هو على ما نحافظ من على المحضرة بشكلها؟ نحن الساعون إلى تطوير المحضرة وإلى جعلها تواكب العصر، مهم جدا أن لا يهملوا ولا يغفلوا تطوير المنهج وتطوير الأسلوب. فالقضية ليست كلها في إشكال البيئة، لأن حتى البيئة قد لا يكون يعني تطورها خادما بشكل لازم أو بشكل حتمي للدور العلمي للمحضرة. فالتطوير البيئي مهم، لكن أيضا هناك احتياج كبير وحاجة أيضا مهمة إلى تطوير المنهج وتطوير الأساليب القديمة في المحضرة التقليدية. فالمناهج القديمة ليست لا تلبي بالضرورة حاجة طالب العلم في هذا العصر، وكذلك الأساليب قد لا تكون مناسبة لطالب العلم المعاصر، خاصة الذي يأتي من يقصد المحاضر من بيئات أخرى غير بيئتنا من بلاد المغرب العربي أو من إفريقيا أو من غيرها. فتطوير المناهج أقصد به أن المحضرة قديما على الرغم من أن محامدها كثيرة وأفضالها مشهودة،
إلا أنها بقيت مناهجها تفتقر إلى التنوع إلى درجة كبيرة إلى حد كبير، فبقيت في أغلبها محصورة في مقررات محددة في الفقه وفي العقيدة وفي علم الآلة الأصول وعلم اللغة والنحو، فتجد مقرر تقريبا ومقررين في العلم الواحد وحواشيهما وأيضا شروحهما، هذا هو لا يحيدون عنه تقريبا في كل فن. بينما اليوم طالب العلم يعني يسعى إلى أن يتوسع في المقرر، أن يكون المقرر واسعا وأن يتنوع حيث يشمل حتى مواد أو مواضيع لم تطرق أصلا في المحضرة، مثل العقيدة وكذلك الحديث، علم الحديث هذه أمور كانت قليلة أو نادرة في المحاضر. فطالب العلم الآن يحتاج إلى أن تكون المحضرة في شكلها الحديث أو في شكلها المؤسساتي إلى أن تراعي هذا التنويع، والتنويع كان موجودا لكن بشكل قليل وربما بصنع أو أن بعض الأشخاص أو المجموعات القليلة أوجدته لنفسها، لكن الغالب على المحاضر أنها كانت تفتقر إليه. فنجد مثلا الشخص محمد الشخصية يذكر شيئا ما هذا التنوع، وإن كان تعتبر حالة نادرة، فيذكر مثلا في أبياته: وكم سامرت سمارا فتوا إلى المجد انتموا من محتدين، حووا أدبا على حسب فداسوا أديم الفرقدين بأخمصين، أذاكر جمعهم ويذاكروني بكل تخالف في مذهبين، كخلف الليث والنعمان طورا وخلف الأشعري مع الجويني. فيذكر هذا التنوع وأوراد الجنيدي وفرقتيه إذا وردوا شراب المشربين، إلى أن يقول: ونذهب تارة لأبي نواس ونذهب تارة لابن الحسين. فيذكر أنهم كانوا يذهبون إلى مذاهب العلماء وشتافي، لكن الغالب المحضر أنه لم يكن في هذا التنوع. فكما ذكرت كانت هناك كتب محددة، فالمحضر اليوم في الأسلوب الجديد أو في الطريقة التي يسعى مطورها إلى أن يصلوا بها إليها، لا بد أن يراعوا أن ضرورة التنويع في المنهج وضرورة التنويع في الأسلوب. أيضا هي كانت فقيرة جدا في جانب الأسلوب، وهذا مما لا يحسب لها للأسف، فكانت فقط عبارة عن شيخ وطلبة وجلسة معينة بطريقة معينة وألواح وفي أوقات محددة، لا هذا لا يصلح اليوم سنأتي للمآخذ الموجهة المحضرة، لكن بعد الفاصل مشاهدينا الكرام نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نواصل النقاش في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم المشهد، والتي نناقش فيها موضوع الدور التربوي للمحضرة الموريتانية مع ضيفنا الأستاذ عبد الرحمن الشيخ سيديا، باحث شرعي ورئيس هيئة الشيخ سيديا للإصلاح الاجتماعي. أهلا وسهلا، حياكم. إذن يعني المحضرة في العصر اليوم تختلف عنها في العصر القديم، ويعني في الذاكرة الجمعية لدى البعض أنه المحضرة تنحو منح الحفظ أكثر منه تنمية العقل والتفكير مثلا، وأنه الحفظ ربما قد يحل مشكل اليوم في عالم اليوم وعصر اليوم وتطور التكنولوجيا وغير ذلك، وبالتالي كيف ترى ذلك؟ نعم، هذا هو أحد المآخذ المهمة للمحضرة، وهو يتعلق بالأسلوب أو بالوسيلة العلمية. فكما ذكرت الجانب المنهجي كان محدود ومحصور، أيضا الجانب الأسلوب أو الوسائل المتبعة في المحضرة أيضا كان فيها هذا المأخذ، وهو أنها تعتمد فقط على الحفظ، من الطالب يأخذ عن الشيخ ويتلقى وخلاص، يعني يحفظ العلم. وهذا يعني له وجهان، فهو من ناحية أنها بهذا المنهج كانت تسير البيئة، نعم، فهو الجو بشكل نعم عام، نعم كما ذكرتم. فهو يعني إذا أخذناه على أن المحضرة استطاعت بهذه الطريقة أن تحفظ العلم
في أوقات كانت اللغة مثلا تشهد ضعف شديد في بلاد المشرق وفي غيرها، نستطيع أن تحفظ بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب علم اللغة في صدور الرجال، وكذلك تحفظ علوم الشريعة، فهذا تعتبر بهذا الوجه تعتبر محمدة لها. لكن من حيث المأخذ على هذه الطريقة هو أنها يعني اليوم أضعفت المحورة في مواجهة المؤسسات الجامعية الشرعية في البلاد الأخرى كالأزهر وكالجامعات الإسلامية في بلاد أخرى، إذ أن هذه المحاور المؤسسات بالإضافة إلى جانب الحفظ تهيئ طلبتها لأن يستطيعوا أن يواجهوا المجتمع أيا كان هذا المجتمع، يواجهه بجدارة وبقوة، وأن يستطيعوا أن يؤثروا وأن يوصلوا معلوماتهم أو علومهم بطرق بسيطة مبسطة، وبالتالي يعني أفادت كثيرا. فهذا الجانب تفتقر إليه المحورة خاصة في أسلوبها في طريقتها القديمة، فهي الشيخ والطالب واللوح والحفظ. لكن لم مثلا ليس في منهجها القديم أن الطالب يعني يكون له مثلا أوقات يدرب فيها على الخطابة، على أن يوجه كلمة أو يكتب إنشاء في موضوع معين أو يرتجل كلمة أو محاضرة أو أن يعطى موضوع مثلا يعمل فيه بحث، فهذه أمور مهمة جدا، المحضرة لم تكن في هذه الأمور. والمتابع للطلبة خريجين المحاضر يجد عندهم هذا الضعف، وخاصة عند المواقف التي يعني تحتاج إلى ارتجال أو إلى مواجهة الجمهور دون تحضير، وكذلك عند تحديد المواضيع المحددة، فهو الطالب المحضر بحكم أنه طالب موسوعي دائما يفضل أن يكون الموضوع عاما حتى يستطيع أن يستحضر محفوظاته المتفرقة والمتشعبة ويلقيها، وقد لا يكون هناك خطام أو زمام يربط هذه المحفوظات. بينما اليوم لا، اليوم في الجامعات وحتى في الخطب والمحاضرات والكلمات التي الناس تحتاج إلى شيء محدد وموضوع مضبوط وفي وقت معين، غالبا يكون وقت قصير تستطيع أن تلخص فيه فكرة معينة. بناء على ذلك هل نبحث عن محضرة بمقاييس ومعايير اليوم؟ نعم. تختلف عنها؟ نعم، لا بد من هذا. المؤسسات التي يرعاها خريج المحاضر والحمد لله موجودة، لا بد أن يراعوا هذا الجانب، وأظنهم يعرفون قيمة هذا الجانب في الذي افتقدته المحضرة القديمة لطلبتهم الذين سيواجهون عصرا مختلفا عن العصر الذي كانت فيه المحاضر السابقة، وعصر السرعة وعصر الاختصار والوصول بأبسط كلفة وأبسط مؤونة إلى أكبر عدد من الناس عبر الوسيلة الإعلامية وعبر الوسيلة التواصل الاجتماعي. فحتى التغريدة مثلا في تويتر لا تزيد على 100 كلمة تجدها تحدث ضجة، فالطالب المحضر القديم قد يصعب عليه مثل هذا، فهو يريد أن يريد مثلا نصا أو كذا فقد لا يتاح له ذلك، فتحتاج المنصات العلمية ومنصات التأثير اليوم إلى طالب المحوري لكن بهذه المواصفات التي ذكرناها وبهذا التأهيل الذي يراعي هذه الخصوصيات وهذه المتغيرات والمستحدثات المهمة جدا، وأن يكون قادرا على الإلقاء وعلى مخاطبة الجمهور بالوسائل العصرية والتقنيات المستحدثة. هذا أيضا قد يفقد المحضرة ويفقد طالبها أيضا الجانب المتعلق بالتبحر في هذا العلم، وننتج طلاب محضرة يعني مثقفون بلغة العصر اليوم أكثر منهم مختصون ومتبحرون في العلوم التي كانت تدرس المحضرة بمناهجها القديمة. هو لا شك أن الانخراط بشكل كلي في متابعة هذه الوسائل وفي الانفتاح على الثقافات وكذا قد يؤثر سلبا على هذا الجانب الذي ذكرتم، جانب التبحر وجانب الموسوعية. لكن أيضا ليس بالضرورة، فهناك نماذج استطاعت أن تجمع بين الأمرين، أن تحافظ على التبحر وعلى الموسوعية العلمية للطالب المحضري
في الصيغة القديمة للمحضرة، وعلى أن تواكب أيضا هذه الوسائل الحديثة ومتطلبات العصر الحديث. لكن هذا يحتاج مثلا العالم اليوم، عصر اليوم، إلى يعني إلى 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 أشخاص موسوعيين في ظل انتشار يعني الموسوعية بمفهوم آخر مختلف. وسيبقى دائما الحاجة، ستبقى دائما ما سهل هذا، خاصة في الأمور التي نتحدث عنها وهي علوم الشريعة وعلوم اللغة وعلوم وما يستتبعها هذا العلمان من علم الآلة كالأصول والمنطق وغيره. ستبقى الحاجة ماسة ومهمة وملحة إلى الحفظ وإلى الموسوعية والتبحر. ولذلك الطالب المحضري مع في ظل هذا الضعف وهذا الحالة التي قد تنتابه وهو يقف موقف معين مع خريجي المؤسسات العلمية المعاصرة من عدم القدرة على استغلال الأوقات الضيقة للوصول بعلمه إلى أكبر قدر من الناس والتأثير فيهم، لكنه مع ذلك يبقى له مكانته واحترامه. إذ أن الكثير من المؤسسات التي اهتمت بهذا الجانب أكثر، الجانب العصري، تخريج طلبة بوسائل العصرية، يستطيعون أن يصلوا لكن بالحفظ الذاتي وبالموسوعية الذاتية قد لا يستطيعون أن يصلوا إلى المجتمع تأثيرا وإفادة. فهذه من خصائص المحضرة، وينبغي أن تظل موجودة وأن يتم المحافظة عليها حتى في ظل سعي المؤسسات العصرية إلى تطوير المنهج المحضري والوسائل المحضرية. فلا يهمل هذا الشيء. وسائل اليوم، وسائل التكنولوجيا حلت الجانب المتعلق مثلا بالموسوعية، وانتشرت الموسوعيات في مختلف المجالات وحتى في أدق التفاصيل. هل نظل دائما بحاجة إلى موسوعي يركز أكثر على الجانب المتعلق بالحفظ والتخزين، أم نحتاج إلى يعني من يواكب بطريقة أخرى مختلفة؟ ستبقى الحاجة ماسة إلى الموسوعي والعالم، العالم المستحضر الذي يستطيع أن يستظهر العلم ويستحضره في جميع الأوقات. والشافعي يقول: علمي معي حيثما يممت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي. هذا هو العالم المتباحر والعالم العالم الراسخ المتضلع الذي تحتاجه الأمة في جميع الأزمنة وفي كل الأمكنة. فالوسائل: إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، وكنت في السوق كان العلم في السوق، يعني معي في كل الأحوال. هذا يمكن أن يحصل اليوم مع انتشار هذه الوسائل. الوسائل معك حيثما أنت يعني، لكنها لا تغني إطلاقا عن الرجوع إلى هذا العالم، إذ هو المرجع في تصحيحها وتصويبها، المرجع في فهم معانيها. كثير من الطلبة حينما يكون تركيزهم الكامل والكلي على هذه الوسائل يتيهون ويتخبطون كثيرا. فالعلم لا بد أن يكون لأفواه الرجال فيه دور في إيصاله، وأيضا مجالستهم ووضع الركب على الركب مع العلماء لأخذ العلم عنهم مشافاة، هذا لا بد أن يظل موجودا، وهو الوسيلة الصحيحة للحصول على العلم الصحيح. فهذه الوسائل موجودة متاحة، لكن مع ذلك في ظل وجودها وانتشارها وكونها متاحة، نجد أن الحاجة إلى العلماء بقيت وستبقى. طيب أي دور اليوم للمحضرة في ظل يعني الانتشار الكبير والهائل لأفكار الغلو والتطرف؟ يعني العالم كله يشهد للمحضرة أن خريجينها كانوا كلهم يعني حصنا منيعا ضد الغلو، وكانوا سفراء اعتدال وسفراء الوسطية، وكانوا بعيدين من الغلو، وهذا شيء طبيعي لأنهم يتخرجون منها وهم متضلعون بالعلم. والمعروف أن الذي يتشدد ويغلو غالبا هو الذي لم يصل شأوا بعيدا في العلم. فالذي يبتدئ يكون مبتدئا يكون عرضة للتأثر بأي غزو أو أي شيء يقذف إليه من الأفكار وغيرها. أما العالم الراسخ والمتضلع أو الذي بلغ في العلم شأوا، الغالب أنه ليس سهلا استمالته إلى هذا الفكر أو ذاك أو هذا التيار أو ذاك.
فهو يعني يأخذ الأمور بروية وبتعقل، وأيضا يكون رشيدا في قراراته، وهذا شأن الخريج المحضري، حيث إنه يعني لم يعرف عن الطلبة المحضريين انشرافهم وراء هذه الحركات الغلو والتطرف في العالم الإسلامي. إذن إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه الحلقة من برنامجكم المشهد. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الأستاذ عبد الرحمن الشيخ سيدية، باحث شرعي ورئيس هيئة الشيخ سيدية للإصلاح الاجتماعي. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على المتابعة، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج المشهد. لكم تحيانا جميعا، السلام عليكم.